جارسون. اهلين سموها حبيبتي، تفضلي. سارة هون؟ ايه جوا بغرفتها. معلفة تشوفها؟ ايه طبعا فينك تشوفي. لك شو هالسؤال؟ تعي وين راحت؟ انا عايزتك بجوز كلام. ايه خالة تفضلي قلي لي شو في. وضع سارة مو عاجبني هالكام يوم. مشان تاني؟ لك قولي هذا المغضوب تاني. ايه عادي خالة عادي، وضع طبيعي يعني. لك طبيعي اذا بيكون الولد طبيعي وبشري، مو هذا تاني. ايه والله معك حق خالة، معك حق. ايه شو بدنا نعمل؟ بدنا نتحمل يومين، يومين وبتروق. انا بتحمل يومين ثلاثة بس انا خايفة تسوق فيها للفحص. معقول؟ طبعا معقول. انا خايفة تخربت بالفحص وتكتب عواد بحيرة الزلزال، بحيرة قزوين. ايه والله بتساويها. ايه بس ما تحكي لي هم خالي، الموضوع عندي انا بحله. ماشي؟ ماشي. روحي يا سموها، الله يوفقك ويبعث لك ابن الحلال اللي يسر قلبك وخاطرك، مو مثل هذا تهين. إلهي يبعث له حمومة. ها سارة. يا ماما ليه سموها نقصتيني؟ اهلانك جبتيني على ملو وشي. شو بدك؟ كنت بدي اسألك، انت كم مادة بقي لك لتتخرجي؟ مادتين. ليش؟ وبتتخرجي؟ لك من بصقه طبعا بتخرج. طيب وبعد ما تتخرجي؟ يا الله سارة، هذا الموضوع اللي كان بدك يعني مشانه. لا 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 لا، هلا انت بس تتخرجي يعني بتصير بتفهمي بالمحاماة؟ بصير محامية بس بينقصني شوية خبرة وتدريب. هلا بلون هدول المادتين، بتفهمي بالمحاماة ولا لا؟ سارة قولي شو بدك بسرعة. خلص خلص اسمعي، انا بدي ارفع دعوة جزائية على احدهم وبدي استشارتك. دعوة على مين؟ على تغييم المغضوب. على تغييم؟ ايه جيهان شو صار معك؟ لك هلا اتركيني من السهرة وخليني بهذا المغضوب تيم. اسمعي جيهان، بدي اياكي بهالقعدة تخربطي كل شيء، تقطعي الخطوط كلياتها بيناتهم. لا هو يسمع بسيرته ولا هي تسمع بسيرته. ايه برافو عليكي، بدي اياكي تحطيني بالصورة. ها ماشي، الله معك. ايه وليش لا؟ هلا انت تيم هو اللي ضارب لك فيوزاتك ولا انت ما عندك فيوزات بالاصل؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ لانه مو معقول تفكري ترفعي دعوة على تيم. ليش لحتى ما ارفع عليه دعوة؟ طيب ماشي، انا السميحة رح اخذك على قد عقلك واسالك شو هي التهم اللي بدك توجهي له اياها؟ هلا تهمة التزوير بيعاقب عليها القانون ولا لا؟ طبعا بيعاقب. والكسر والخلع؟ هلا هي جنحة مدري جناية ما بتذكر بس ايه شو ايه بدي ارفع عليه دعوة بهاي التهم. انو تهم؟ تزوير المشاعر والاحتيال العاطفي. قسما بالله العظيم ما يسمعك القاضي عم تقولي احتيال عاطفي لحتى يحطك بمشفى المجانين.